الحقيقة بلدنا مصر يعني بقى ليها منهج واضح وخطوات ثابتة، وخصوصا في السياسة الخارجية. ويعني كل يوم مصر بتأكد على دورها المحوري وإزاي هي أهم نقطة ارتكاز في المنطقة. حجم الإنجازات اللي بيتم على كل الأصعدة وفي كل المجالات يشهد بيه العالم كله. الإنجازات اللي بتقوم بيها مصر على صعيد السياسة الخارجية وإنعكاسات ده اقتصاديا وسياسيا واضح ومؤثر جدا. أكيد امبارح كلنا تابعنا نشرات الأخبار المصرية والعالمية وهي بتتكلم عن زيارة السيد الرئيس لليونان، وقد إيه الحقيقة يعني كنت فخورة ببلدي وخطواتها الثابتة وسياستها الواضحة. كلام السيد الرئيس عن مكافحة الإرهاب والتصدي ليه ومجابهته واتخاذ المواقف الحاسمة ضد الدول والأنظمة اللي بتنتهك قرارات مجلس الأمن، فضلاً كمان عن التصدي لكل من يدعم هذه الجماعات الإرهابية بتمويل أو التسليح وخلافه. أكد كمان سيادة الرئيس أنه الإرهاب ظاهرة عالمية غير مرتبطة بدين أو حضارة أو منطقة جغرافية. ده قد إيه بيوضح قوة مصر وإيمانها بالاستقرار وأهمية ده لكل شعوب العالم، وبيعلي من قيم التسامح والسلام. حقيقي كل مصري لازم يكون واعي لقيمة بلده ودورها ودور القيادة السياسية فيها، وقد إيه لازم نعلم ده طول الوقت لأولادنا ونخليهم يكونوا فخورين ببلدهم وبحضارتهم وبقيادة بلدهم. حقيقي مصر يعني طول عمرها بلد كبيرة ومحروسة وقادرة، وده واضح في كل خطوات مصر. صباح الخير على كل إيد بتبني وتعمر في بلدنا ولأولادنا، وصباح الخير يا مصر.